السلام الله عليكم، موجز الأخبار من قناة تني من القاهرة، أهلا بكم. يترأس اليوم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات يعقبها توقيع بروتوكولي تعاون بين عدد من الجهات المعنية. وكانت الحكومة قد وافقت في اجتماعها الأخير بشكل مبدئي على مشروع قانون الجمارك مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التي أبدتها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة. اطمأن وزير النقل هشام عرفات على مستوى الخدمة المقدم لركاب المترو وعلى زمن التقاطر وعلى عمل الشاشات الإلكترونية وعلى عدم وجود باعات جائلين، وذلك خلال جولات تفقدية مفاجئة قام بها بعد منتصف الليلة لعدد من محطات الخط الثالث للمترو، حيث أكد الوزير أن كل قطارات هذا الخط مكيفة وتتميز بالحداثة، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مع البنك الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في أغسطس الماضي لإعادة تطوير وتجديد الخط الأول للمترو بقيمة تبلغ حوالي 555 مليون يورو. قال الجيش الوطني الليبي إن تركيا تحاول زعزعة أمن ليبيا واستقرارها من خلال دعم الإرهاب على أراضيها. جاءت هذه الإدانة إثر ضبط السلطات لسفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر في ميناء الخمس البحري شرقي طرابلس، رغم أن أوراق تسجيلها كانت تشير إلى أن حمولتها هي مواد بناء ومواد غذائية. ودعا البيان مجلس الأمن إلى فتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير في ليبيا لتلك الأسلحة المهربة. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصدار 24 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية. وأكد التحالف أن السفن المصرح لها تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية، مشيرا إلى أنه تم إصدار 35 تصريحا جويا وأربعة تصريحات برية و169 تصريحا لحماية القوافل. وبذلك يبلغ إجمالي التصاريح 232 تصريحا خلال أربعة أيام. رجحت السلطات المغربية فرضية العمل الإرهابي في مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة الأطلس وسط البلاد. هذا وأعلنت القناة الثانية للتلفزيون المغربي أن وراء العملية الإرهابية لقتل السائحتين الأوروبيتين ثلاثة عناصر أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش، كما توصلت النيابة العامة لهوية المشتبه فيهم حيث اعتقلت شخصا وأوضحت أنه ينتمي لجماعة متطرفة، فيما لا يزال البحث جار عن الآخرين. أعلنت الولايات المتحدة بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا عقب تأكيد الرئيس دونالد ترامب أن بلاده هزمت تنظيم داعش في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك الهدف كان مبرره الوحيد للاحتفاظ بقوات أمريكية هناك. هذا قال البيت الأبيض أن الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف الدولي أو حملته، كما أوضح مسؤول أمريكي أن الإطار الزمني لسحب القوات الأمريكية من سوريا سيستغرق ما بين 60 إلى 100 يوم. أشادت وزارة الخارجية البريطانية بالنجاحات الكبيرة التي حققها التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة تنظيم داعش الإرهابية، مشددة على ضرورة استمرار مكافحته. وأضافت الخارجية البريطانية أنه لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله ضد تنظيم داعش حتى بعد تحرير الأراضي منه، مع تأكيد على الالتزام بمواصلة عمل التحالف الدولي. وقع رئيس روسيا فلاديمير بوتين على مرسوم يقضي برفع القيود على منح اللجوء السياسي. وأكد الكرملين في بيان له أن المرسوم الذي وقعه الرئيس بوتين يقضي برفع القيود المفروضة منذ 20 عاما التي لم تسمح بمنح اللاجئين السياسيين حق اللجوء، مشددا على أن القرارات سيتم اتخاذها بشكل فردي على أساس مصالح الدولة. رياضيا، حسم ريال مدريد الإسباني تأهله لنهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات عقب فوزه على كاشيما انتلرز الياباني بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة زايد الرياضية، حيث أحرز الويلزي غاريث بيل 3 أهداف.
بهذه النتيجة تأهل ريال مدريد لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، حيث يلتقي مع العين الإماراتية مساء السبت المقبل. ختام الموجز، السلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.